السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي ضيف أبي دوز، ونحن جد سعداء بلقائكم مجددا في هذه الحلقة التي اخترنا لكم عنوانها مدونة الأسرة الجديدة وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج. هذه الحلقة اللي ستكون بحضور ضيفين كريمين، حضور الإعلامي سي منصف بالقرشي ناشط مدني ومهتم بقضايا الجالية المغربية اللي هو حاضر معنا في الصورة. مرحبا سي منصف بالقرشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل. وكذلك بحضور الأستاذ محمد الحرق، وهو كذلك ناشط مدني وهو كذلك شاعر وكاتب مقيم هنا ببروكسل. مرحبا بك سي محمد الحرق. شكرا سي يوسف وشكرا لقناة أفي بروكسل. بارك الله فيك. أفي دوز. مشاهدينا الكرام، الحلقة اليوم غتكون حول مدونة الأسرة، لأن هناك مطالبات كثيرة بالتعديل في هذه المدونة اللي غادي نحاول اليوم في هذه الجلسة اللي هي غتكون جلسة قصيرة، مع أن الجو بارد بارد جدا هنا في بروكسل، كيوصل إلى -4 يعني إلى -2 أو -4 درجات، ولكن غتكون إن شاء الله دافئة مع ضيوفنا الكرام اللي هما حاضرين معنا اليوم. كما قلنا في البداية السي منصف بالقرشي مرحبا بك مجددا، وكذلك السي محمد الحرق اللي هو لأول مرة كيجينا الاستوديو. شرفي بارك الله فيك. ابتسامات حول هذا القدوم اليوم. شكرا على الدعوة الكريمة أستاذ يوسف، وبحضور الصديق العزيز سي منصف اللي شاركته في قنوات أخرى، خاصة برنامج الناجح ديالو مساء الخير بروكسل، ونتمنى عاوتاني محطة ثانية معاك بمواضيع اجتماعية وثقافية إن شاء الله تهم الجالية المغربية بالخارج. مادام الحديث باقي عندك سي محمد الحرق، كيف جات الفكرة ديال الإصلاح مدونة الأسرة؟ هذا هو أول سؤال نقدر نفتحوا به هذا الملف اللي غادي تجي إن شاء الله محاور أخرى من بعد. فكيف جات الفكرة ديال أننا مطالبون بإصلاح المدونة؟ من أين جاءت هذه النداءات، أو لا واش هناك شي تأثير معين في مكان معين؟ شكرا على السؤال المهم الذي له ظرفيته وأنيته في هذا الوقت. بصراحة القوانين متغيرة، عندما يعني المشرع يضع قانونا تمر مراحل حتى نرى هذا القانون هل يعني في التطبيق دياله ناجح أم لا. مدونة الأسرة كذلك عرفت نفس هذه المراحل القانونية، جاءت بعد الاستقلال مدونة الأحوال الشخصية، وهذا المصطلح ديال الأحوال الشخصية فيه واحد النوع ديال كأن المسألة شخصية، ولكن من بعد في إصلاح 2004 كان نقاش مجتمعي ونقاش حاد أيضا، ونقاش يعني استحضر المغرب جميع الاتفاقيات الدولية وجميع الحركات الاجتماعية على مستوى العالم أو ما يتطلبه المغرب الإصلاحات الأسرية بالمغرب. فكانت مدونة الأسرة في صيغتها الأولى، لأن أول صيغة بهذا الاسم ديال مدونة الأسرة كانت في 2004، ولكن دابا مرحلة ديال 20 سنة ديال التطبيق، فعلا في هاد 20 سنة كان نقاش سواء بالنسبة للعيوب التي ظهرت في التطبيق ديال هاد المدونة، أو نقاش بسبب مؤثرات خارجية. خاصة احنا لسنا المغرب في عزلة عن العالم، هناك يعني اتفاقية سيداو، هناك اتفاقية بيكين ديال 95، دابا اتفاقية بيكين 25، واتفاقية ليس كلها حتى نكون صراحة كلها ضد المغرب أو لا ضد تفريض الوصاية، ولكن هناك القوانين المحلية والمرجعية المحلية أسمى من القوانين الدولية. نعم سي منصف بالقرشي، واش نحن بحاجة أننا نعدلوا في المدونة؟ مادام أننا نحن كمغاربة العالم هنا سمعنا بزاف نداءات من النساء، ربما أغلبية ربما
النساء اللي هما كيطالبوا بالمساواه في الارث مثلا وبعض المسائل الاخرى اللي غنحاولوا نعرفوها كذلك مع الاستاذ سي محمد حرق. في الحلقات اللي دوزتي في مغرب تي في وطيله 10 سنوات كنت صادفتي كنظن العديد من المؤطرين اللي انا كنتكلم على النساء وكذلك من المجتمع المدني. شنو الارتسامات اللي كنتي كتسمع الحاجات اللي هما ناقصين عند النساء؟ نعم. اولا بداية سي يوسف نحييك بعدك على الاختيار ديال الموضوع لانه هو موضوع ديال الساعه. هو اختيار سي منصف انا باش نكون منصف هو اختيار ديالك. حيت رايت انا الكثير كيهضر على المشاكل ديال الجاليه وانت ديجا يعني استضفتي بعض الاخوان وبعض الاخوات في الموضوع ديال مشاكل الجاليه اللي ولات الرتبه في النقاش ديالها لان هذه سنوات وحنا كنهضروا نفس المشاكل نفس ولكن ما كنواكبوش يعني التطور من خلال الاحداث والمستجدات اللي هي الواقع. مدونه الاسره هي اهم شيء لان الاسره يعني الابن والاب والام والاطفال الى غير ذلك هي البنيه الاساسيه ديال حياتنا المجتمعيه بشهاد الشكل اذا نقولوا. اذا موضوع الساعه وكان لابد نعملوا بصمات ديالنا كجاليه كفاعلين في الغربه وبالتالي لابد نستحضر بزاف ديال النقاط كما قلتي. انا في البرامج اللي كنت كنستحضر مجموعه ديال المشاكل اللي كتعلق بالمدونه الاسره من خلال مشاكل حيه اللي كتوقع الناس وكذلك بعض الاطور وبعض الخبراء وبعض الكتاب اللي كانوا كيجيو كيعطوا الاراء ديالهم انذاك. يعني انا كنقولوا في يعني اكثر من 10 سنوات وكنا كنهضروا على المدونه باختلالاتها ومشاكلها. اذا الان الوقت الان بان الدوله كما جميع الدول اللي عندها المدونات او القوانين فهي محتاجه للتحيين والتغيير والمراجعه وشيء عادي وشيء جميل. انا المغرب يعني مبادره كورش ملكي مبادره ملكيه اننا نفكروا في اعاده ومراجعه هذه المدونه ديال الاسره. اذا هذه المدونات قامت على اساس تشكيلها على واحد الهيئه وطنيه اللي فيها مجموعه من الناس اللي هما كيشتغلوا او فاعلين في نفس القضيه ديال الاسره من العدل والقانون والى غير ذلك. باشرت العمل ديالها باستماع الى الجمعيات والى الاحزاب الى الفعاليات الى غير ذلك. مزيان. ولكن دائما كاين اشكال عندنا حنا قبل ما ندخلوا حنا شنو الاشكاليات وهذا الشيء حنا غنجيو اكيد في النقاش ديالنا. حنا كجاليه دائما كنشوفوا الموقع الجاليه في هذه النقاشات وفي هذه الاعتبارات في اطار المراجعه ديال حسب خصوصيات المشاكل ديالنا. اكيد الاختلاف ديال الجاليه هي اختلاف كبير على المغرب. يعني اشكال وحنا غنهضروا بعض النقط مثلا التدين المشاكل ديال الابرام ديال العقود اثبات الزوجيه الطلاق هنا وكيفاش الصيغه ديالو الزواج بحد ذاته اثباته يعني خصوصا المكون المدون او المشرع في المدونه الاسره اللي كيهضر لك على واحد الانسان مسلم. وحنا كنعرف كاين المغاربه اللي ماشي مسلمين كاين مسيحيين وكاين ناس اخرين باطياف اخرى مختلفه هناك اشكاليات كثيره وخاصه بالجاليه المغربيه بالضبط عندها اشكال في هذه القضيه. اذا الحكم هاد الاختلالات وهاد المشاكل والنواقص اللي كاينه في المدونه كانت الجاليه كان خصها تكون يعني ممثله بقوه في هاد الجلسات. للاسف اللي غابت الجاليه عنها في حضور الا مجلس الجاليه في شكل الدكتور عبد بوصوف اللي هو صديقنا وكنحيوه من هذا المنبر ولكن غير كافي لان بوصوف والمجلس فهو مجلس كيخدم على النظريات وعلى الدراسات الى غير ذلك ولكن استشاري ولكن في هذه المساله استشاريه مزيان انه مزيان استشاريا في النظري استشار ولكن مع الرئيس هنا اللي ماجي كنظري راه مزيان الدراسات راه كاينه ما محتاجين لا مجلس الجاليه لا والو راه كاين كتب كاين الكتاب وكاين ما شاء الله كاينه يعني ما محتاجاش اصلا. وحتى المجلس الجاليه هو نشيط في هذه المساله ديال الدراسات لان الشغل ديالو والدور ديال المجلس الجاليه هو اعداد الدراسات في عده اشياء اللي كتعلق بالجاليه. ولكن في الجانب التطبيقي في المشاكل فهي غايبه لان الحكم المشاكل ديال الجاليه دائما كتجبر مثلا في القنصليات عبر العدول عبر يعني في المسائل اللي هي حياتيه هي بعيده بعد البعد على المجلس الجاليه رغم انه يمكن كيدير الدراسات الى غير ذلك ولا غير كافي انه. ولكن كنا كنشوفوا كما في المغرب استحضرتي وعملتي جلسات مع الجمعيات حتى في الجاليه هناك جمعيات متخصصه في المراه والطفل والاسره ما فيها بس لو كان انهم هذيك استماع لي او تكوين لجنه فرعيه خاصه بالاوروبا واللي تدور كما كيدوروا يعني في عده ندوات لقاءات الى غير ذلك. المجتمع المدني يكون حاضر
ورغم ان كما كنسجلوا كاين بعض الجمعيات مثلا هنا في بلجيكا وفرنسا، وهذه الاشاره ضروري نقولوها في هذا النهار هذا، اللي فاعلين داروا ندوات وداروا لقاءات في قضيه المدونه، وكنا كنشوفوا وهذه اشاره هذه اللجنه انها تلتقط، يعني هناك مجتمع مدني حي نشيط يبدع يقرر يعطي تصورات ومقترحات ممكن تلتقط. كذلك هناك اشاره لهذه اللجنه انها لما لا تستدعي هاد الفاعلين الان دابا الان اللي هما ناشطين واللي هما كيغوصوا في ندوات ولقاءات حول مراجعه المدونه. هذا اللي ما كاينش الحالج، يعني هذه هي المؤاخذه البسيطه جدا. لهذا كنشوفوا المنظور ديال هاد اللجنه لماذا تغيب المجتمع المدني او الجمعوي بالمهجر. نعم. سؤال، رغم مؤخرا الحمد لله داروا واحد الموقع الكتروني كاللجنة اللي عنده شي اقتراحات او شي حاجه ممكن يبدع فيها، ولكن واش كتظن جلسات الاستماع يعني مقارنه من الموقع كان ممكن هذيك جلسات ما يديروهاش، يديروا موقع والجمعيات والجمعويه يصيفطوا وسالينا، ماشي انت انك تاخذ بعين الاعتبار بعض الجمعيات الفاعله في هذا الميدان، بعض الاحزاب الى غير ذلك، وتستثني جمعيات ديال المهجر او ديال الجمعيات المجتمع المدني بالخارج. النقطة اللي وقفتي فيها هو كيف أن سي محمد الحراق أننا هذا الإصلاح المدونة كيف أنه غادي يكون كمشروع فاشل إذا ما كانش استشارة مع أطياف الجالية المغربية، مثلا بحال اللي قال السي منصف أننا فقط نشتغلوا الشغل ديالنا بوحدنا، وكذلك السي عبد الله بوصوف أنه قام بالواجب يعني كنظن بوحده ما عرفناش مع من استشار، ولكن كهذا واش يأثر على المدونة الجديدة؟ يعني ربما حتى المشاكل الحقيقيه اللي هي اذا ما سمعتيش شي اصحاب المشكل يعني اصلا ما تعرفش كيفاش تصلح هذه المدونة، واش هذا يأثر فعلا؟ طبعا طبعا التأثير مباشر لان لماذا الرئيسه الملكيه وطلبت بالاستشاره يعني لجنه السامع عطات مده 6 شهور، دابا شحال تكون فاتت من 6 شهور؟ باقي اربع شهور، ولكن هنا نرجعوا بزاف النقط، نبدا في الجاليه بعدا، قضيه الجاليه بعدا نحيي المراه المغربيه، ملي كنتكلموا على الاسره هي الزوجه والزوج، وفي هذا الاطار هذا الاسره، لان لمشينا لمواقع التواصل الاجتماعي راه كاين كيتكلم على العلاقات الرضائيه، كيتكلم على اجناس اخرى مقاربه النوع، ولكن المدونه اللي في الرساله الملكيه راه كنتكلموا على الاسره. إذا ها حنا حيدنا 50% من النقاشات. نعم. يعني بزاف ديال الجمعيات بغات تسرق هذا النقاش وديه لواحد يعني الميادين أخرى، لا، الميدان ديال الشغال ديال اللجنة هو الأسرة، هذا الإطار القانوني. كما قلت أحيي المرأة والأسرة المغربية والمرأة المكافحة اللي خلت الأسرة مجتمعة بالخارج ورباتهم على هذه القيم المغربية الأصيلة، القيم الإسلامية بمكوناتها المغربية العربية والأمازيغية بكل يعني الثقافة المغربية المتعددة. بالنسبة للمرجعية، المرجعية ديال كحنا كمغاربة الخارج ولا المدونة التي ستعد في المغرب، كاينة مرجعية واحدة الآن اللي هي الرسالة الملكية. والرسالة الملكية ملي كنقراوها ما كنلقاوش هذا النقاش اللي كاين في فيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. الرسالة الملكية واضحة، مثلا جاء في الفقرة الأولى ورغم ما جسدته من مميزات، يعني كتكلم على المدونة الأسرة ديال 2004 يعني، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، هذا معترف به، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف، هل هدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. إذا ها الإطار القانوني على الجهة، التطبيق القضائي كيمشيو المدونة كنلقاو بزاف ديال المسائل أو النوازل القضائية غائبة من المدونة، أولا كيكون الفصل فصل مهلهل،
الفصل ماشي واضح، يعني القاضي كيبقى في حيره من الامر ديالو. نعم. اما يرجع المذهب المالكي في الفتاوى القديمه او لا يطبق ديك الكسوه المصطلح القضائي ديك الراي ديالو او الشهاد ديالو او لا يعني الصلاحيات ديالو القضائيه. اذا هنا جات هذه الاختلالات. اذا لابد بعد 20 سنه من التطبيق علاش عطى هذه اللجنه ديال المراجعه، شكون هو بعد هذه اللجنه اللي غتراجع؟ فقط اذا تصحح لي معلومه سي نعم. سي محمد الحراق، بالنسبه للقانون المغربي المدني والجنائي والإداري، هل هو قانون وضعي إلا القانون ديال الأحوال الشخصية هو القانون اللي يستند إلى الأحكام ديال الشريعة الإسلامية؟ نعم، السؤال وجيه، لأن نرجعوا للمراجع التاريخية ديال القوانين ديال المغرب. من جا احنا المغرب خضع للاستعمار الفرنسي إذا من جا الاستعمار الفرنسي جاب القوانين ديالو، المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وهذه كانت قوانين وضعية فرنسية وضعية. إلا مجالين ما قدرش يستطاع يدخل لهم. بالنسبة للعقار غير محفظ، حنا كنعرفوا الأراضي ديالنا بالعدل وبالشهود وب 12 شهادة، هذا بالنسبة هو حفظ الأراضي اللي مزيانة الاستعمار ودار لها التتر ديالها. إذا الأراضي اللي غير صالحة للمغرب غير النافع بقات لنا حنا الفقه الإسلامي المالكي اللي هو بالعدل. والنقطة الثانية هو الأسرة. إن الأسرة لقى مسائل المجتمع المغربي معقد جدا، يعني متدين وما يقدرش يطبق نفس المسألة ديال على لزم أنه يبقى في الشريعة الإسلامية. لذلك احنا مجرد ما خرج الاستعمار دارت اللجنة الملكية كذلك وداروا مدونة الأحوال الشخصية، مطالبات بالتغيير فقط فيما هو مدونة الأسرة على ما أظن، أو حتى القوانين الجنائية وكذلك. لا، دابا الرساله الملكيه جات قلت لك حطيت الاطار القانوني بين قوسين الاسره، مدونه الاسره. الجمعيات كتطالب بمسائل اخرى، يعني لا فتحنا النقاش ما، ولكن هذاك ربما يجي وقت اخر نناقشه. ولكن الان اللي هو اني وظرفي ومستعجل اللي عنده مده زمنيه محدده هي مدونه الاسره. يعني في الرساله الملكيه في الفقره الثالثه ربما اعطى المرجع احسن المرجعيات، يعني الرساله الملكيه واضحه المرجعيات شنو قال. ومن هذا المنطلق فان المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير، يعني الشريعه الاسلاميه والفقه الاسلامي يظل دون تغيير، ويتعلق الامر بمبادئ العدل والمساواه والتضامن والانسجام النابعه بصوره واضحه من ديننا الاسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونيه المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب. اجتهاد. نعم. إذن هذه النقطة فيها الاجتهاد في الخطاب الملكي. نعم. إذن هذه النقطة هذه يعني كتوضح لنا المرجعية ديال تعديل مدونة الأسرة، إصلاح الأخطاء التطبيقية. المرجعية كتبقى حتى في الخطاب الملكي اللي جاء لا أحلل حراما ولا أحلل حراما ولا أحرم حلالا ولا أحرم حلالا، يعني ما نص عليه الإسلام كيبقى. إذن الكتاب القرآن ماشي في السنة النبوية، لا الدين الإسلامي ككل، يعني القرآن والسنة واللي نصت عليها المدونة في الأخير الشهادة ديال المذهب المالكي، لأن الهوية المغربية من مركبة كما قال ابن عاشر، وفي عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، يعني مسألة واضحة العقيدة الأشعرية المذهب المالكي في الفقه في التصوف عندنا طريقة الجنيد. هذه المغرب عنده 12 سنة على هذا العهد. كاين شي مكامن أخرى كان ما كيوجدهاش في المذهب المالكي كياخذها من مذاهب أخرى، كاين هذه النقطة هذه؟ نعم، المذهب المالكي علاش بقى 12 سنة صامت في المغرب؟ لأنه من مفاتيح المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى يعني. والشهادات الأخرى، المذهب المالكي حط قواعد عامة، يعني حتى الاتفاقيات الدوليه او القوانين الوضعيه المذهب المالكي كي كما كنقولوا كيحتويها. هذا على مشينا للتعاليبي والكتب اللي عندنا حنا في المخطوطات، باقي الحد للاسف باقي المخطوطات كلها ما ظهرتش، كنلقاو الشهادات جريئه جدا ومنفتحه على جميع المكونات ديال المجتمع، حتى لان المغرب كبير وكان كيحكم الاندلس كيحكم الصحراء وكيحكم الاطلس والريف، يعني الشهادات هذه كامله المراه والاسره فيما كانت عندنا الشهادات ديالها. ولكن هذا لا يعني بان باش ما نتفهمش غلط اني يعني كنتقوقع على المذهب المالكي، لا، لا بد من الانفتاح، لا بد من الشهاد. مثلا عجب لك كيف حل الشهر سيمون سيف قبيله على مساله ديال التعصيب في الارث، كاينه مسائل في المدونه خطيره
ماشي غنقول انا غير القران ولا غير السنه، لا، كاين اللي دخلوا في المدونه كاين الشهادات الفقهيه لا مكان لها الان. ان الشهاد الفقهي حتى هو يعني يرتبط بالواقع، واحد الواقع ارتفع ما بقاش اليوم، تبدل الواقع، تبدل المجتمع، تبدل السيكولوجيا حتى ديال المجتمع المغربي. اذا حتى الشهاده الفقهيه خصها تراعي هذه السيكولوجيا هذه. مثلا في التعصيب كيقولوا 8 اللي كيعصبوا يعني المراه باش ما كدي هي على النصف، كاينه الابن وان سفل فهمتي، يعني حتى وان سفل حتى ربما الجينيراسيون ما عرفش من جينيراسيون اولا الاعمام وابن العم وان سفل، يعني كتبقى تقلب المراه ما عندهاش الوراثه بقات بوحده خصها تقلب لهذيك بن عم بن عم فين هو اللي هو ما كتعرفش شي ساعه ما كتعقلش عليه، ربما مشى هاجر امريكا او كندا تبقى هي حاصله بالارث حتى يجي ديك بن عم ياخذ البقيه ديال الفرد اللي ديال الفرد. اذا شنو هنا خص المعصب يكون من اهل النفقه، من الاهل يعني من الاقرباء المقربين ديال الزوجه. انا النقطه ديال التعصيب فيها بحث كبير كنظن. نعم. نقدروا نخصوا لها وقيلة حلقه وما نقدروش حلقه خاصه خاصه. نعم. حلقه خاصه. هذه النقطه اللي بصفه عامه الارث الارث واحده النقطه ديال التعصيب لانه هما كيركزوا في هذا التغيير ديال المدونه. انا غنرجع لك يوسف باش نكمل ونمشيو نفس الخط ديال النقاش ديالنا. وفعلا يعني الامير المؤمنين وضع الصورة ديال هذه المراجعة ديال المدونة وحط لها يعني هذيك يعني الطريق كيفاش تمشي النقاشات كما كتحرق. وفعلا هي المسألة الأولى كتعتمد على أننا التشريع يعني محافظ على المذهب المالكي والاجتهاد، هناك قضية ديال الاجتهاد في هذا الإطار هذا يعني مش اجتهاد. للأسف القراءات الخاطئة لهذ الخطة الطريق اللي وضعها أمير المؤمنين تم يعني فيها مغالطات ومشوا الناس فيها منها، مشوا هذه قضيه العلاقات الرضائيه، مشوا الناس كيهضروا على الارث يعني المساواه في الارث بين الابن وال يعني ماشي الابن يعني يكون كيف ما يبقاش هذاك الشيء اللي كان عارفه احنا في الشريعه. مطالبات اخرى ولات كتخرج دابا الان وشيء عادي جدا، ولكن النقاش انحرف على السياق ديالو الحقيقي، السياق ديالو الحقيقي اللي كيكمن كما فعلا المشكل هو مشكل في القضاء الدرجه الاولى. القضاء راه المشكل ديال المدونه في التطبيق ديالها والممارسات ديالها. باش نكونوا واضحين الممارسات هي اللي شفنا فيها بعض الاختلالات يعني، ونجيب بعض النموذج او نحكيو على بعض النماذج حيه وانا ديما نربطها بالجاليه. نجبدوا بعض الاشياء بسيطه جدا ونوضعوها كاشكاليه. مثلا انا في بلجيكا وفرنسا شي واحد ملي كيتزوج كيعمل عقد مدني، اذا العقد المدني باش ياخذو خصو يمشي كيمشي دابا مثلا للقنصليه تاعو خصو السلطه يعود حتى المغرب باش يعملوا له الترجمه الى غير ذلك. ملي كتشوف انت المدونه ما عندها حتى علاقه، لان المدونه كتهضر على الزواج ديال المسلم، وهذاك الزواج ماشي ديال المسلم رغم انه مدني. حنا كنوافقوا لان كاين اتفاقيات ديال المغرب في هذا الاطار، لان الزواج الاسلامي هو خصو يكون فيه جوج شهود ومسلمين وفيه صداق وفيه واحد مجموعه حويجات اللي ما غنجبروهاش حنا في هذاك العقد. وبالتالي انت ملي كتعتمد له هذا التطبيق هنا ان المدونه في النصوص ديالها ما عندها حتى علاقه، وهذه هي الاشكاليه ديال مقاس الحرق انها ليست واضحه. هذا سي نورمال ماشي هذه بزاف ديال الاشياء كنقولوا مثلا ولا الاثبات الزوجيه. الانسان تزوج وسرت قلب كيفاش تبتا وخصها كاين اجراءات قانونيه معقده الى غير ذلك. اشكاليه اخرى الناس ديال الجاليه ديال الطلاق مثلا، نعطيك اشارات بسيطه باش تفهم. الطلاق مثلا في المغرب ولا اسهل عمليه هي الطلاق، دابا الان ادخال المدونه ولا سهلت قضيه الطلاق. والطلاق ملي كيكون طلاق كيخلق لك مشاكل كثيره، مشاكل ديال الابناء، النفقه، واحد مجموعه المشاكل اللي كتبنى عليها. اذا انت سهلتي واحد المسطره كل شيء قال مزيان سي بيان، ولكن في القراءه ديالها كتجبر انها كتخلق لك مشاكل اخرى اكثر من هي الطلاق. يعني هذوما المراجعات اللي كنقول اللي خصو يكون حتى الطلاق بالنسبه للناس اللي الجاليه. الانسان ملي كيطلق خصو يهود المغرب، خصو يمشي يدفع هذاك الطلاق ديالو هنايا كيترجمو الى غير ذلك. ولكن هناك اشكاليه ولات الان مؤخرا كتبت انا في هذا الموضوع هذا ديال واحد الانسان اللي مشى للبلاد ديالو طلق هنا ودفع يمشيو لعندو وقال له حنا ما عندنا والو انت ماشي مطلق. يعني تقدر لان تزوج هو هنايا والزواج هنا هو غير معترف به تما في المغرب. اذا تالي السيد ما عرفش شنو عيدير شنو. وهنا كتجي الادوار
ديال القنصليات من خلال العدول الى غير ذلك. يعني هنا كنخصنا نفكروا في اطار انها تكون محكمه خاصة بالجالية اللي تكون داخل القنصليات. خاصة تكون مادام هناك قاضي. علاش ما يفصلش بعض القضايا الاجتماعية إلى غير ذلك؟ عندنا قاضي وعندنا العدل. يعني كاين مجموعة حويجات آراء يمكن حنايا نقترحوهم كجالية حيت كنعرفوا المشاكل ديالنا. اللي في المغرب ما يعرفوش هذه المشاكل. حتى تسهل بعض القضايا اللي بيان على الأقل القضايا اللي هي بسيطة خاصها تتفكنا. علاش أنا نود تسهل كذلك حتى اللي هو هنايا ما يبقاش يهود طالع. ما يبقاش يهود إلى غير ذلك. شنو الدور ديال القاضي والعدول إلى غير ذلك هنا إذا ما كانش أنه يفصل في نزاعات بسيطة وبعض الأشياء اللي هي كتعلق بالأسرة ديالنا. يعني كاين مجموعة ديال الحويجات اللي كتعلق بالجالية هي مشكل تسديل عاوتاني مشكل كبير في القانون ديالو في المساطر ديالو حتى الموضوع ديال المدونة غير كافي بساعة ولا جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع في الاقتراحات ديالو. اش كنقولوا حنايا كيفاش هاد اللجنة ولا الهيئة الوطنية ما فكرتش في الجالية استحضرها كجمعيات كفاعليات وجيت تستمع لينا؟ لأن كاين مجموعة دابا أنا بحال الاقتراح كنقول لك كاين كثير كاين الناس اللي كتخبط ولا عارفة المشاكل ديال الجالية هنايا وعندها مشاكل اللي هي خاصها الا مساطير اللي هي تحين واما تغير واما مراجعات بسيطه اللي يمكن انها تفك له بعض المشاكل اللي هي عالقه. للاسف حنا كنقولوا هذا هو كاين المشاكل من غير البنيه. انا ما نهضرلكش على الرؤيه والاراء والنقاشات اللي مشى يعني كما كان سي الحرق النقاشات اللي مشات في الفيسبوك وديك الشيء انا ما كنديهاش في هذا الشيء. انا كنقول لك شنو نقاشات المشاكل الحقيقيه فعلا ماشي ما ناقشلكش انا ديال الديوانه وما عرف جو سي با ايتو. انا كنناقشلك مواضيع اللي هي بنيويه والاسره هي واعيه الجاليه واعيه كتشوف مبادرات انها كتعمل مثلا ندوات غير بعض واحد الدول اللي عملتي عبر الفيسبوك كاينه ندوات حيه يعني اللي انا قلت انا بالنسبه لي كمتتبع المواضيع خصوصا في هذه القضيه خصوصا كيكون مستجدات واحداث جديده كنكون متبع اللي متبع انا كنقول لك جوج جمعيات كنظن هنايا الجمعيه ديال عزيز سارت ما عرفتش سميتها شنو هي تنسيقيه مع تنسيقيه ومع فرنسا هذوما الناس اللي هما سبقوا الوحيدين للاسف اللي ناضوا يفعلوا وكذلك الندوه ديال السي حرق اللي كنحييه مبادره يعني شخصيه ولكن مهمه جدا كيفاش نجمع واحد المجموعه وكتناقش واحد الاشياء اللي هي مهمه. اما البقيه راه السهرات والحفلات راه معروفه وللاسف كذلك فيهم هذه الجمعيات وهاد الاشخاص ديال كورونا والزومات واللقاءات حيت كانت هناك انتخابات كيبداو يخرجوا لنا كاملين الاحزاب والسياسيين والجمعويين فيما كتكون شي حدث يعني فيه استفاده شخصيا كنجبرهم ولكن في هذه المدونه راه ما كاين والو مش نكونوا واضحين ولكن هناك فعاليات كاين جمعيات كاين خبراء هنايا في الخارج كاين ناس عندهم الامكانيه انهم يقترحوا ويعطوا تصورات حقيقيه بالنسبه للجاليه اللي يمكن انها تفوق. ولكن هاد الناس هادو في خضم هاد المجموعه ديال الناس اللي مكلوفين في اشياء اخرى خصهم اللي يعيط لهم شو اللي يكبر بهم. يعني كاين المسؤولين ديال المغرب مثلا انا كنقول علاش كاع اللجنه الوطنيه فين هو السي السفير فين هو هذا سؤال السفير فين هو خصني نعرف نقول له بان السفير في الحفلات ما شاء الله عليه مؤخرا كان واحد اللقاء في وسط القنصليه هي ديال اش هذا اللقاء ديال المهر ابتدائي لقاءات راه كاين اما تشوف لقاء عرفوا حفله المهم لقاء عباره عن الحفلات هادشي كنعرفوهم انا ما كنتقدش شي واحد ولكن كنقول الحقيقه وللاسف في هذا الوقت هذا في هذا المدونه كتخسر السفاره تنوط وتعيط للجمعيات كما كتعيط لهم دائما باش يحضروا لها في الحفلات ويصفوا لها ويعمروا لها الكراسه كان ممكن تعيط لهم دابا ويناقشوا مواضيع اللي مهمه ديال الاسره اللي كتهمهم وكتهم المغرب وكتهم الكل بمعنى كان خصو يكون هذا الدور ديال الطلاق هنايا يعني واحد كيوصل واحد النسبه كبيره ونسبه الشباب ديالنا اللي هما في السجون اللي هما اضعاف الاضعاف ديال النسبه ديال الجنسيات الاخرى اللي هما في السجون غريبه بالنسبه لنا. لا المواضيع ما كاينش غير ما انا شوف باش نقول لك لان للاسف السفارة عندها ملحقين اللي ما كنشوفوهمش وما كنعرفوهمش ربما ما كاينش اصلا لان اي سفارة عندها ملحق اجتماعي ملحق ثقافي وهذا الملحق الاجتماعي هو اللي خصو يباشر مع هاد الناس اللي في السجون يتواصل معاهم والى غير ذلك المواكبة القانونية والاجتماعية الى غير ذلك. هذا الملحق الاجتماعي هو دابا الان اللي خصو يعمل الدور ديالو الا كان ولا ما كانش الله اعلم ما كنتش بونس انا ما كاينش كاع هو اللي خصو يدير هذه المقاربه القانونيه ويجلس مع الجاليه ويعيط للجمعيات ويعيط للفعاليات ويجلس ويسمع الاقتراحات ويعمل مسوده التصورات ويلوح ويصيفط لهاد اللجنه بحكم الامكانيات ديال للاسف ما كايناش الدور. سي منصف مادام الميكروفون باقي عندك بحكم كان تواجدك في الاذاعه هاد الملحقات واش كان تواصل ما كاينش تواصل باش كتجزم بانهم ما كاينينش؟ واش انا نقول لك حاجه واحده
حنايا للاسف السفارات البلجيكيه ما فيهاش الملحقات. الا كانوا ملحقات اعتبرهم اشبح، انا كاعتبرهم اشبح من يابا. في القنصليه كاين الملحق الاجتماعي هو اللي كنعرفه، ما كاينش شي حاجه ملحق اجتماعي في شخص في السي فؤاد. بالمناسبه نشكر هذا السيد، هذا الرجل اللي عطى الكثير في العمل الاجتماعي وبذل المجهودات ديالو، وانسان طيب في العلاقات ديالو. هذا الانسان اللي بحالو اللي خصني نشوفو انا كيتكرمو، للاسف ما نكرموش الراقصين والراقصات، خصهم هاد الناس هادو الكفاءات اللي هي فعلا. هذا السي فؤاد هذا الوحيد اللي هو مهتم بالشؤون الاجتماعيه اللي كنشوفوه في المسائل الاجتماعيه، مثلا في الموتى كيتدخل ويعاون الناس، يعني في اطار القانون بيان سور. كنشوفوا في المواكبه الاجتماعيه ملي كيكون شي فعل اجتماعي ولا شي كوارث مثلا لا قدر الله في المغرب، كيجبروا اللي كيتحرك، ولكن كسفاره كملحق اجتماعي ديالهم من يابا. وهذا هو للاسف، هذا هو الدور ديالهم اليوم في المدونه، حيت المدونه دابا كتكشفنا الرؤيه ديال كيفاش كتسير هذه السفارات ديالنا هنايا. وانا ما كنتقد حتى كنتقد العمل. نعم. يعني للاسف اللي خصهم يقوموا بهذه الجمعيات. كاين مبادرات طيبه كما قلت، كاين التنسيقيه وكنكتبت في هذا الموضوع هذا، وكذلك الندوه اللي دار السي حراق على هذه المدونه، والبقيه ما كاينش. فين هذيك الناس اللي كيكتبوا؟ فين هذا الاعلام؟ فين هو للاسف فين هو؟ على ذكر الندوه السي محمد حراق، اذا استخلصتي في نهايه الندوه اللي هي دامت ساعتين، انا تصنت لها كلها. نعم. وخديت بعض رؤوس الاقلام، لكن المدعوين اللي كانوا في الندوه ولا حتى الطريقه كيفاش بشرتوا هذا الموضوع، كيفاش خرجتوا يعني الخلاصه ديالك انت الشخصيه؟ ربما خرجتوا بخلاصه بحال اللي قال، كان بعض الامور اللي اقترحها، مقترحات ديال السي منصف، ربما كونتي واحد النوع من المقترحات اللي هما كان لزاما انه يوصلون اصحاب القرار، وفعلا لقينا وصلون اصحاب القرار. لا نوصلهم في اطار اعداد واحد التقرير حول المعاناه ديال مغاربه العالم، مغاربه الخارج، وكنأيد بزاف اللي قال السي منصف. الكلام ديالو كامل نابع من تجربه ومن احتكاك اليومي مع مغاربه العالم بصفه عامه. ورجع واحد القضيه مهمه قبل ما نجاوب على السؤال، هو واش مغاربه العالم واش يعني في غياب ام مغيبون؟ يعني هل هناك طرف لا يريد ان يسمع لهم، ام هم يعني في سبات عميق؟ لو كانوا قوه ضاربه كانوا هو يسمعوا لهم. هنا ارجع لواحد المقال كنت كتبته هذه الشيء عامين ربما، على المشاركه السياسيه ديال مغاربه العالم. ملي كتكون مشارك سياسي وعندك حضور في البرلمان، هي السياسه شنو السياسه؟ السياسه هي ضغط. ملي كيكون عندك فريق برلماني وكتضغط وداك الشيء يكون صوتك مسموعا، ولكن في غياب تم مشاركه سياسيه، في غياب حتى الحضور في المؤسسات ديال الحكمه، فين الحضور ديال الجاليه في المجلس الاجتماعي والاقتصادي، مجلس المنافسه، المجلس الاعلى للتعليم، هذه المجلس ديال الاسره، مدونه الاسره، مجموعه ديال المؤسسات ديال الحكمه اللي نص عليها الدستور، مغاربه العالم يعني في غياب تام. محاضرين في عمليه مرحبا فقط. مرحبا فولكلور. انت يعني كنوه بهم بالمجهودات وهذا، ولكن مغاربه العالم مساكن بالوحش ديالهم المغرب، كيعليو راي المغرب والصوره الملكيه وهذا، وهذاك الشوق للمغرب. حنا دابا بالاحتكاك حتى مع الشباب راه المغرب ساكن لهم في الدم ديالهم، يعني واخا ما قراش كما كنقول لهم ديك التربيه الوطنيه ديال المغرب ولا عاش في المغرب، ولكن حب المغرب متغلغل هذيك في الجينات ديالها المغربيه. هذا كينقص ربما، هذا كينقص، هذا الشيء اللي كتكلم عليه راه ما بقاوش المغاربه بداو كيمشيو لجهه اخرى. نعم. يردوا البال، لانه بداو كيمشيو لتركيا، بداو كيمشيو يشريو حتى في اسبانيا دابا الان، ما بقاوش كيمشيو للمغرب. نعم، باش قلت انا الدور ديال المراه المغربيه، كاين مراه مغربيه اللي ربات اولادها على تمغربيت، ولكن ملي كيكبروا فعلا سي يوسف تقدر تتسلط. ايوا المدرسه والمؤثرات اخرى، كيجي صديق ديالو ولا صديقه كتقول انا مشيت اسبانيا، هذيك المبلغ صرفت على 500 اورو وعيش شهر مخير مثلا. نعم. في حين كيصرف هو ثلثين ولا اربعه اضعاف وكيدوز ربما الكونجي مكرفص. فهمت هنا باش نرجع للقضيه ديال الاسره، مدونه الاسره كما قال سي منصيف. يمكن سي الحراق اذا يمكن تتذكر فقط النقطه اللي وصلتي ليها. نعم. بقاو غير فاصل اعلاني ونرجعوا مرحبا بك، لان تقريبا نصف ساعه ديال الحلقه، نمشيو غير فاصل اعلاني قصير مشاهدينا الكرام. نعم. فاصل اعلاني قصير ونعود اليكم باش الحراق يستوفي ويكملنا النقطه اللي يوقف فيها. نبقاو مع هذا الفاصل الاعلاني.
عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي ضيف أبي دوز. وللتذكير ضيوفنا في هذه الحلقة سي منصف بالقرشي إعلامي وباحث في الشؤون المغربية، وكذلك الأستاذ محمد الحراق كذلك هو كاتب شاعر وكذلك مهتم بقضايا مغاربة العالم بالمهجر. موضوعنا لهذا اليوم هو مدونة الأسرة الجديدة وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج. وأنا جد سعيد بحضور الضيفين الكريمين سي محمد الحراق لأول مرة اللي هو حاضر معنا في هذه الحلقة، ولكن الإعلامي منصف بالقرشي وهو صاحب الاستوديو اللي حاضر معنا هذه المرة الثانية أو الثالثة. نرجع للضيوف الكرام ونرجع كذلك للضيف الكريم سي محمد الحراق اللي كنا في آخر نقطة، وهو الندوة اللي كانوا اشتغلوا عليها مؤخرا اللي دامت ساعتين مع مجموعة من الشاغلين في الحقل المدني والثقافي هنا بالمهجر، وكنظن كنكون واحد الخلاصة حول المقترحات ديال الجالية المغربية مادام أنهم كانوا كلهم ملمين بمشاكل الجالية. فسي محمد الحراق اللي غادي يستوفينا إن شاء الله الآن هاد المقترحات، تفضل سي محمد الحراق. نعم، حاولت في هاد الندوة تكون دولية، بغيتها من أمريكا من كندا، ولكن لحسب العلاقات وديك شي ما توصلش الخبر بزاف ديال المشاركين من كندا وأمريكا وأستراليا. بغيت من العالم كامل يشارك، ماشي عبر بلجيكا هي المحور. حنا دائما بعض الناس كنبقى نفكروا عفر إطار بلجيكا ولا أوروبا، كاين إكراهات وكاين ظروف أخرى كيعيشوها المغاربة العالم في إفريقيا في الشرق في روسيا في أستراليا في أمريكا في كندا، هما يشاركوا في هذا الحوار الاجتماعي. ولكن كان حضور تقريبا من كثير من الدول الأوروبية، وهذه التوصيات يعني نقدر نلخصها في ثلاثة المحاور. كاينه محاور تقنية وراه كنطرق سي منصف ليها، المسائل ديال الحاله المدنيه والعقود والقنصليات الى اخره. كاينه محاور يعني ديال الشهاد في المدونه، وكاينه محاور الشهاد القضائي. يعني كنطالبوا من وزاره العدل باش يكون اصلاح قضائي ويشمل مغاربه العالم. شنو هذا الاصلاح القضائي؟ خصنا قضاة متخصصين في قضايا الجاليه المغربيه بالخارج. القضاة مثلا اللي كيمشيو كيكون بعدا ملي كيمشيو في كونجي كاينه عطله قضائيه، والشيء التناقض كثير، يعني كاين شهر 8 شهر غش كاين عطله قضائيه. اذا هاد الناس اللي عندهم فرصه واحده في السنه باش يهودوا يتقاضوا او لا يقضوا مصالح ديالهم، المحكمه يعني في عطله مغلوقه. الا لن تم الاقتراح ديال السي منصف. نعم، كان اي خصنا تكون محكمة موجودة ديال مغاربة العالم موجودة هنا. نعم، تفضل. إذا هذه نقطة ديال الإصلاح القضائي عبد. ثانيا ما كاينش اختصاص ديال قضاء الأسرة. كاين الغرفة ديال الأسرة، ولكن كاين تكوين ديال القضاة في المشاكل ديال الأسرة ما كيناش، وفي المشاكل ديال القضايا ديال مغاربة العالم ما كيناش، لأن عندنا مشكل ديال الزواج مختلط. عندنا كما قال سي منصف كاين أحكام قضائية صادرة هنا في أوروبا. في المغرب ما كايناش العلم بها، اذا ما الحكم اللي غنطبقوا حنا؟ واش الحكم الاوروبي او الحكم المغربي، او نتناو حتى يصدر القاضي المغربي حكم اخر؟ اذا كاينه مساله ديال التواصل، كاينه الرقمنه مثل الحاله المدنيه الزواج الطلاق، ما كاينش هذا الشيء في ربما من الناحيه الامنيه ما يمكنش يحطوا ذاك الشيء في الانترنت العالم كله يشوفوه، ولكن على الاقل كاين ربما اللي من الناحيه التقنيه دابا المهندسين ديال الانفورماتيك يقدر يدير لك واحد بلاتفورم خاصه بكل دوله. كاينه بزاف ديال الحلول، كاينه مساله ديال لا ميدياسيون يعني الوساطه. حنا دائما عندنا مشاكل الزواج الطلاق ما كايناش اللي بيناتهم، ما قبل الزواج خصها تكون وساطه، وما بعد الزواج لو وقع اختلاف نمشيو للوساطه بعدا قبل ما نمشيو للطلاق مباشره. ثانيا كاين النقطه ديال التبليغ. احنا في بلجيكا مثلا او لا في كندا او لا في امريكا او لا في فرنسا كتكون احكام صدرت بالمغرب وهو الشخص جالس هنا وما فراسوش، او لا المراه الزوجه ربما الزوج ديالها هود وتلاعب بها تما في المغرب وعد الشهود وهذا وطلق تما وهي مازال عايشه معاه هنا. اذا حتى واحد النهار كتوقع الوفاه حتى كتفاجئ المراه بانها مطلقه والاملاك ديالها ذهبت الى غيرها. كاينه مساله اخرى ديال الولايه على الاولاد الاطفال اللي سمحتي ربما الاطفال خصو حتى هو يعني وقت لتحليله ونقاشه.
كتلقى مثلا هي طلقت مع الزوج ديالها في المغرب وهي مقيمه بالخارج. اذا ملي كتجي تطلع للخارج كيكون الزوج هو هو عنده الولايه كيمنع باش تخرج الاولاد ديالها، وهذه حالات كثيره. اذا باش تحل المشكل تخضعوا لابتزاز الزوج اللي في المغرب، كتنزل له على الحقوق ديالها وعلى النفقه وعلى ربما حتى الاملاك ديالها باش يسمح لها تطلع يعني الاولاد ديالها يعني. ولكن في من ناحيه المدونه كاين خلل في القضيه هذه. هذه نقط اللي خصت يعني المشرع يعاود النظر فيها واللي خصها نبلغوها يعني اللجنه الوزاريه. حتى الاهليه، الفقد الاهليه، الرجل كيف فقد الاهليه كيوقع مشكل عند المراه. القضيه ديال الاحتضانات ديال الاولاد يعني هو الانسان، واحد الانسان فقد الاهليه، المراه شنو غادير؟ يعني باش تعدل الوراق الوليداتها ولا شي حاجه ما تقدرش، ما عندهاش هذا السلطه. المشرع في المدونه يعني القديمه اللي غنسميوها السابقه يعني في هذا الاشكال هذا، واشكاليات كثيره يعني الا بجيتي يعني ما بقاتش اختلالات بسيطه وجده يعني كثيره. التدييل اللي خاص جبت النقطه هذه ديال الجاليه فصل 430 اللي هو فيه اشكال كثير يعني العقود كما قلتي اللي مبرمه هنايا ويتو في المغرب كاين مشكل لحد الساعه. هما كاين مي كتشوف المدونه ما كتعرفش شنو كيفاش غتعامل معها، والاداره كتحيلك على الاداره، بمعنى كتمشي انت للنيابه العامه كتحيلك على القضاء، والقضاء كيحيلك يعني كاين واحد الدوامه اللي كيعيشوها بعض المغاربه اللي عندهم عقود اجنبيه يعني في الزواج وفي الطلاق كما كنقول لك عندهم هذا الاشكال هذا، وكاين بعض منهم اللي ما عندهمش اشكال اللي كيكون عقد اسلامي تزوج يعني الى غير ذلك. انا كنهضر على العقود الاجنبيه باقي المشكل، والمشرع لحد الساعه عنده اشكاليه كيفاش يفكها، لان هذا مشكل كبير بالنسبه للافراد الجاليه. وبعض المرات انا كنغني نقاش يعني كاين كثير من الاختلالات في هذه القضيه كما قلنا، الانسان الراجل اللي هو فقد الاهليه كيفاش المراه تصرف الوريقات ديالها الى غير ذلك، الطلاق في قضيه ديال الحضانه يعني ديك الخلاص اللي خصو يخلص بالنسبه للجاليه كيفاش غيخلص، واش غيخلص هنا ويخلص له، حيت كاين الناس اللي كيتخلصوا هنا وكتمشي للمراه لها كتدعيها عاوتاني خصو يتخلص هنا، كيجبر راسه في المحاكم غدا بعدو كيجبروه ريشيرشي، وكاين اشكاليات اخرى يعني قضيه كما قال السي حراق السيد كيهود المغرب وكيطلق بحال ما كاين والو، يعني كاين اشكاليه كثيره. القضيه الارث كذلك، حتى الارث اللي هو طريقه الارث هنايا بطريقه معينه، والارث المغربي اللي حسب الشريعه الاسلاميه بطريقه اخرى. نعم. فمواضيع سبحان الله، موضوع هذا ما يمكنناش نجزموا فيه في ساعه زمن او ساعه وربع. اللي السؤال اللي غنطرحوه هنا في الوسط يعني ربما السي منصف ولا السي محمد الحراق، قضيه ديال الامم المتحده هي اول من طالب، ماشي الرساله الملكيه الساميه مؤخرا الاخيره. لا ما كنظنش في هذه المساله. انا نجي لك المؤتمر ديال بكين زائد 25 اللي هو ذكره سي محمد الحراق، اللي هو عمل توصيات تقريبا واحد 2700 التزام على الدول، لانه هو عمل بعض التكتلات بعض الدول، دول ربما كتشبه لبعضها وبعض الدول اخرى كتشبه لبعضها، التكتلات كل وحده التزامات، مجموع التزامات 2700 التزام. هذه الالتزامات لان الدول خصها تراجع القوانين ديالها كلها، تشطب عليها وتعاودها من جديد. شوف انا عندك عاد توضيح في هذه الالتزامات. اسمع سي منصف، وهذه الالتزامات الاخيره التوصيه، اول حاجه توصيه خاصه بمدونه الاسره، وهو الغاء الاستثناءات بتحديد سن الزواج، اللي هو سن الزواج اللي هو عالميا كيفرضوه في 18 سنه. المغرب كان كيعمل استثناءات يعني ربما 17 سنه 16 سنه ونص، مع الاستثناءات ما عرفتش شنو هي. هذه التوصيات الاخيره ديال الامم المتحده كتطالب الدول كلها ان الاستثناءات تزول 18 سنه سن الزواج. لكن هذا اللي فتح هذا الباب ديال اللي هو ما ماشي مفهوم، انها العلاقه غير شرعيه شاب طفل او لا اي حاجه يعني من 15 سنه حتى 18 سنه عنده الحق يعمل علاقه جنسيه. خلال انه ينوض يتزوج يعمل علاقه شرعيه بعقد حتى 18 سنه. هذا في الالتزامات يعني حق الطفل في انه يمارس علاقه جنسيه. نعم. عنده الحق من 15 حتى 18، ولكن اللي غيجي يتزوج لا ما نزوجوهش حنايا في اقل من 18 حتى 18 سنه عاد نزوجوه. هذا الالتزام الاول اللي خصو يلتزموا به الدول. قضيه الميراث، تغييرات كذلك في مجموعه من المسائل ديال الميراث، خصنا المساواه ما بين الرجل والمراه في الارث في جميع الامور.
يعني حنا غنلغيو القانون الشرعي ديالنا، غنلغيوه وغادي نمشيو نرجعوا للقانون الوضعي اللي قلنا انه كان في عهد الاستعمار. كنا كنشوفوا القانون المدني والجنائي والاداري، هذه قوانين وضعيه، الا الاحوال ديال الشخصيه والاحوال المدنيه هذيك اللي هي كنرجعوا للقران والسنه. هنايا لا، هنايا المساواه، اذا غنرجعوا كذلك القانون الوضعي. النقطه الاخرى الاعتراف، الغاء تجريم الاجهاض، ما يبقاش جريمه الاجهاض مثلا، اللي غيعمل الاجهاض ما يتسماش جريمه. وكذلك الاعتراف ب تعديل الماده 345 354 اللي هي من قانون العقوبات اللي قلنا ديال تجريم الاجهاض. كل هذا الشيء، هذا كل هذا الشيء هذا كامل توفرت له 40 مليار دولار. هاد 40 مليار دولار لما كتمشي للجمعيات المجتمع المدني والجمعيات النسويه اللي هي الان تطالب بهاد الامورات هذه. شنو المسائل اللي كتلاحظوا خلال هاد المؤتمرات اللي تقامات ولا اللقاءات ولا الاقتراحات اللي تقترحت؟ كاين شي اشياء ربما يمكن تعديلها في المدونه، ولكن شي اشياء كتشوفها ماشي ممكنش. شنو هاد الاشياء اللي ممكنش؟ باش نحطك على الصوره، لان الصوره اللي حطيتكم فيها مزيان، ماشي مشكل. حنا هذه معلومات انا ما جبتهاش من عندي. لا ماشي عندك، هادو اتفاقيات وتوصيات كيمشيو في جميع المؤتمرات، كيكونوا هاد التوصيات بحال هادو كاين لك فاس من عيدا. عام بالنسبه للميثاق، اسمح لي نزيدك وحده صعيبه شويه باش تبدا النقاش معوض. اللي صعيبه هو انه هاد الشيء كله تحت شعار هاد الشيء دابا، هاد التوصيات ولا هاد الاجتماعات اللي كتقوم، جيل المساواة، سموه جيل المساواة. القضية الجديدة هو أنه لازم حتى في ولاية العرش، في ولاية العرش المملكة المغربية، أنا كنعطيها على سبيل المثال ولكن تكون شي مملكة أخرى مثلا، أنه حتى المرأة لديها الحق تكون وريثة في الحكم ديال المملكة. هذه راه وقعت في إسبانيا. يعني ماشي باش لا غير المملكه المغربيه، انه واش انها مسموحه كاينه في الدستور ولا ما كاينش في الدستور؟ الدوله عندها الدستور ديالها اللي كيحكمها، والتوصيات شيء اخر. ولكن باش نفرقوا التوصيات ديال اللقاءات والندوات والى غير ذلك، راه بوحده ديال الامم المتحده وسميها اللي بغيتي. كاين اول حاجه اللي كيأثر هو الميثاق الدولي لحقوق الطفل، كيأثر المسألة ديال الزواج، العلاقات، المساواة، واحد مجموعة حوايج اللي كيأثرها القانون، ومن خلالها كيتفرع وكيخرجوا توصيات في المجالس وفي الندوات وفي اللقاءات الكبرى بحال بكين ومن غير اللقاءات ديال بكين. بعض المرات كيكونوا هاد التوصيات موجهين بعض الدول، يعني هو تدخل باش كتقول لها عدل هاد الأمور باش أنا نعاونك نعطيك هذه أو هذه، أو أيضا في إطار اتفاقيات إلى غير ذلك، كما كيدير صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ما كيعطيك جوج بسيطه، حتى كيفرض عليك واحد المجموعه من جدوله ديال الاشياء والالتزامات اللي خصك ديرها. بيان سور كيدخل لك في الاقتصاد، ويدخل لك في التربيه والتعليم، ويدخل لك باختو، وفي الاخر في المؤشر يحط لك في التعليم حتى هو الاخر، وهو اللي قال لك هبط هذه وزول هذه وما تعملش الماده الاسلاميه ودير الى غير ذلك. باش نكونوا فاهمين، التوصيات لا يعني ولا تلزم اي دوله، واخا كون سنينك على التوصيات انني اشتغل عليها، لان المغرب والدول الاخرى العربيه مثلا كيحكمها الدستور، ودستور من الدستور منها هو الروح، هو كل شيء، حتى المدونة الأسرة كيستمد القوة ديالو من الدستور، لأن ما يمكنش، لأن الدستور ديالنا راه دولة إسلامية إلى إلى إلى، إذا احتفظ المدونة خاصها تكون بهذا الاعتبار. ولكن هناك باب ديال الاجتهاد كما قالوا في القضية ديال العلاقات الرضائية وفي القضية ديال الزواج القصير إلى غير ذلك، اللي حتى المدونة سابقا عندها إشكال في القضية ديال القصير، راه خلق مشكل، لأن حتى المشكل مثلا القصير العائلة عندها 16 عام كتسمى قصير، يعني شكون اللي كيعطيها الاذن بالزواج؟ ماشي هو الاب ديالها، بقى عندها الاب الوالي هو الولي عليها، القاضي، قاضي ديال الاسره هو اللي كيعطي بعد ما كيجلس مشاورات وكيكون ظروف وعده اعتبارات باش القاضي يعطي. وهنا هناك اشكال في هذه القضيه ديال حتى هذه في المغرب خصها مراجعه في المدونه الاسره بالنسبه للقصيرين، اللي خصنا ما خصناش حنا خصنا نكونوا ضد هذه القضيه القصيرين. تجوج بنت باقا صغيره ما عارفه والو، ما 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 تبغيها، لان بعض الاسر الله يسمحنا منهم كاين اللي كيطمع، كاين اللي كيبغي يتهنى بالبنت ديالو، كاين افكار تقليديه اللي هي كتخليهم. اذا هذا القصر ديال القصر كما قالوا قلتي لي في التوصيات نقدر نكون معاه، لما لا؟
لان العائله ولا العائل باقي صغار ما يمكنش يتزوجوا كما كنقولوا الفطنه الذكاء والخبره بنادم بالعقل ديالو كما كنقولوا بالدارجه ديالنا سيد موزون عارف كذا غير بزاف ديال الزواج انا حضرت فعلا فعلا دابا البنت دابا اللي هي البنت فهاد حاليا ماشي هي البنت اللي فواحد العصر مثلا قبل 1400 سنه دابا اللي مرت البنت ماشي نفس البنت نعم شوف خلينا من العقليه ولا البنت انا نقول لا باش نعرفوا ان انت ملي كتاب يدك تجوج انت باقي صغير غتحمل واحد المسؤوليه وانت باقي صغير غتكبر على شويه عتبقى تبان لك ديك المسؤوليه لعبد العواول عتبقى تبان لك بان استهتار بهذيك وعتبقى هذيك البنت اللي زوجتيها انت باقي صغير كاب غدا عتلومك تقول لك شكون قال لك زوجني لان عتبقى تعرف بزاف د الاشياء ما يمكنش تقول لي التطور التكنولوجيا السؤال البنيه ديال البنت اولا الاهليه ديالها الاهليه ديالها باش تكون تقدر تزوج اللي باش نرجعوا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه واله وسلم يعني انه في الموروث ديالنا انها تزوج من سيده أم المؤمنين سيدة عائشة في ست سنوات يعني كيفاش نميزوا هذه الأمور هذه يعني فيها نقاش ماشي فيها نقاش كيف يعني فيها نقاش بيان سور شوف حنا ملي كنقولوا قصير اسمو النقاش يعني واش أنها فعلا ما تزوجتش في السن هذاك ما ورد في السنة يعني يجب تحليله يعني ما ديش المادة خام استسنين كاين بعض الفقهاء اللي كنسميهم الظاهريين شدوا ديك الحرف استسنين ولكن ملي كتشاهد عاك تقرا النصوص كلها كتجمع يوم الهجره الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشه عندها ثلاث سنوات فهمتي وكيف لا كانت فاطمه يعني ملي كتجمع الحساب كتلقى ماشي ست سنوات بين 15 و 16 لان العرب ملي كتطلق الكلام هكا ست واش ست احقاب ست يعني العد السنوي ماشي هو العد ديالنا ما كانش ديك الساعه الحاله المدنيه وسجل بان عندها اكزاكتومون سيت سيزون لا كاينه اللي شدك الحرفي وكاينه اخطاء في قراءه التراث كنسميوها رجع مساله ديال اتفاقيات الدوليه ما كانش حاجه تكمل سي مصيف لا بالعكس انا ما كنتش اللي انا بعض المرات في هذه القضيه القصير ماشي انا بوحدي اللي كنقولها الناس كامله حتى المدونه بنت فيها هذا الاختلال ديال القضيه ديال الزواج ديال القصير اللي فيها اشكاليات خصك تعيش تشوف المشاكل الناس اللي هما القصير اغلبهم مطلقات ولادهم والباقي والبنت باقا صغيره ومجموعه وهذيك اللي عاد تزوج بها كيكون حتى هو باقي صغير عاوتاني خلى المسؤوليه على الوالدين ديالو كاين اشكاليات بالتالي حتى التوصيات اللي كتقولي انت والتوصيات ديال المجموعه ديال المواثيق اللي كتخرج فهي فتصالح لان هي فين صالح من صح هذيك الطفل لان هذاك راه باقي طفل لي قصير غير طفل ما نقدرش نقول لي واحد انسان بالغ راشد الى غير ذلك نرجع للمساله ديال الاتفاقيات الدوليه مهمه لان باش نشوفوا الفلسفه ديالها كلها في اطار حقوق المراه وحقوق الطفل وحقوق الانسان كاينه كثير من المنظمات وكثير من الاتفاقيات كاينه سيدا وكاينه اتفاقيه جنيف بيكين في 95 بيكين بلس 25 يعني كاينه اتفاقيات في العموميه ديالها هي في صالح يعني في الشعارات ديالها في صالح المراه وفي صالح الطفل وفي صالح حتى الرجل في الشعارات ديالها في الشعارات وحتى في المضمون لا حتى في المضمون الا بعض الامور هي الاتفاقيات ديال بيدك كتنص عليها ولكن حنا بعض الجمعيات كيشدوا الحرفي ويجريو كما كنقول كاين حرفيين في الناس كمل على القضيه ديال الممارسه في الاختلاف راه نفس القضيه ديال المدونه نعم قبل كنا كنقولوا يا سلام مدونه متكامله متجدده 2011 ياك 2004 لا الدستور 2011 الدستور 2011 كنا كنقولوا ولكن في الممارسه نفس الشيء اتفاق التوصيات عاوتاني في الممارسه اتفاقيات لان المغرب بغينا ولا كرهنا هو في واحد المجتمع دولي المجتمع ولا العولمه المجتمع قريه صغيره كاين الاتحاد الاوروبي ها بلجيكا كتطبق الاتفاقيات ديال اللجنه ديال الاتحاد الاوروبي في الفلاحه في الماء في البيئه في كل شيء لا المغرب دخل في هذه المنظومه الاوروبيه باش يعترفوا بك كدولة محترمة مستقلة ودير يعني علاقة دبلوماسية داك الشيء كاين الاتفاقيات كتحكم ولكن في الدستور المغربي كينص بالاعتراف بالاتفاقيات ولكن كيقول الأولوية للدستور المغربي والقوانين المحلية والدين الإسلامي والاتفاقيات كتمر بواحد جوج ديال المراحل باش نفهم اتفاقيات بصفة عامة كاين التوقيع على الاتفاقية وكاين المصادقة على الاتفاقية إذن بين المرحلة ديال التوقيع والمصادقة راه سنوات شنو هاد الناس ديال الاتفاقية كيقول لك لكل الدول الحق في إبداء الملاحظات
لان هالاتفاقيات ما تعرفش الخصوصيه ديال المغرب. المغرب خصوصيه خاصه. انا قلت لك الدوله اللي عندها 12 قرن حكم اوروبا ونصف افريقيا، ما يجيش الدويله عاد خلقت البارح تحكم في المغرب. يعني مساله يعني مفارقه. وعندنا الشهادات وعندنا تصورات وافكار وعقائد، وهذا لان المغرب حضاره يعني معروفه في التاريخ بلا ما نكرروها. اذا هذه الاتفاقيات هذه ملي كتجي يعني كيوقع عليها المغرب، كيجي الخبراء ديالو ويشوفوا ما يتلائم مع الدستور المغربي والقوانين المحليه، من بينها الدين الاسلامي والاعراف والتقاليد المغربيه. مثلا نرجعك النقطه اللي اشرت اليها واشاره ذكيه، حتى بالنسبه للعرش، من يتولى عرش المملكه؟ بالنسبه لكن شي دوله اخرى مساله عاديه تقدر تطبق الاتفاقيه، ولكن بالنسبه للمغرب لا. احنا كنقول لك رجع للحضاره ديال 12 قرن، الدوله المغربيه والدستور المغربي لا. لا، الملك عنده صفتين، عنده صفه الملك رئيس الدوله الدستوريه وصفه امير المؤمنين الامام. اذا هنا كاينه واحد خصوصيه اخرى كتدخل هنا، هو الدين الاسلامي اش كيقول؟ اذا هالمساله يعني هنا ما يقدرش يطبق هذا البند هذا. وحتى الاتفاقيات الدوليه كتقول لك اودي فعلا اللي ما كتلائمش مع القوانين الداخليه ديالك ما كت. المساله ديال القاصرات، فعلا حنا بالنسبه نذكر الراي ديال السي منصف، حنا بالنسبه حنا في اوروبا القانون واضح ما بقاش عاد نقشوها، 18 سنه بالنسبه للقوانين الاوروبيه واتفاقيه ديال الاتحاد الاوروبي، اقل من 18 سنه ما كيعترفوش بالوراق ديالها وما يعترفوش بالزواج اصلا. ولكن حنا في الاتحاد الاوروبي ولا في اوروبا ماشي هو نفس المساله اللي في رؤوس الجبال في الاطلس وفي الريف وفي الصحراء المغربيه. تما مثلا كنقول لك انا ملي عطبق الحاجه تطبق بالشموليه ديالها، ما تمشيش لواحد النقطه كيف حال قلت لك اصلاح المدونه، خاصنا اصلاح حتى القضاء، حتى المؤسسات الرقمنه، الاليات، التجهيزات اللي عندكم في المحاكم مؤهله باش تحكم لنا في صالح المراه وتحافظ لنا لحقوق المراه. كذلك بالنسبه للزواج القاصرات، هو بالنسبه للقاصر حسب كل دوله. مثلا امريكا لحد الان، لامريكا اللي كيحكمها بايدن ومنها كتخرج مقر الامم المتحده، منها كتخرج بزاف ديال القرارات، لحد الان يعني ثلاثه الولايات اللي استطاعوا يحدوا سن الزواج، والولايات الاخرى مازال مفتوحه. وكما اشرت اليها يعني بالنسبه للعلاقات الرضائيه راه كتبدا عندهم 15 سنه، ما كيقولوش هنا اغتصاب وهنا يعني قصور في الجنس وهذا، ولكن في الزواج لا كيطبق عليك هذه النظريه. ولكن انا مع كما قال سي منصف، البيت ماشي سهله، اسره ماشي سهله، خص يكون يعني الزوج والزوجه راشدين، يكونوا في قمه ديال النضج ديالهم. ماشي مساله ديال اللعب ولا ماتش ولا شي تعارف في الطائر ومن بعد عمشيو، لا، عنبنيو اسره، وهذه الاسره كيترتب عليها حقوق اخرى، مش حقوق المراه وحقوق الرجل، ولا كيوليو الابناء. وهنا الابناء اللي كيمشيو ضايعين اذا كانت العلاقات فاشله. وزعما بصراحه كنشتغل في المجال الاجتماعي هنايا، في الادماج الاجتماعي، يعني كتشوف عدد المطلقات واحد النسبه خطيره جدا في الصفوف المغربيه، ما كنهضرش على الاوروبيات. وبالعكس الاوروبيه اللي متشبعه بالقوانين ديال اوروبا كتلقى متشبته بالاسره. يعني خص يكون العكس، حنا مسلمين عرب كذا خصنا نقدموا واحد نموذج حضاري، نموذج اخلاقي الاوروبيين، لان كنقول لك الاسره ما كتبناش بالقوانين، ها القانون، ولكن لا، اللي مهم واش القانون يعطيك المحبه؟ يعطيك الحنان؟ ما يعطيكش الحنان. اذا ها القانون جامد، ولكن شكون كيطبقوا حنا؟ اذا خصنا ناهلوا هذا العنصر البشري، التنميه البشريه. سمعت السي الحراق انه القانون بدون اخلاق ما يقدرش اذا خصنا جانب اخر اللي يطعم لنا هذه العلاقه هذه، شنو هو؟ القيم الاخلاقيه اللي نابعه من الدين الاسلامي. اذا خصنا نربيو الزوج والزوجه، ما هو الزواج بعدا؟ هي واحد العلاقه شرعيه مبنيه على الرحمه والتساكن والتعاطف. اذا والاحترام للاخر حتى في الغياب ديالو، لكن القانون ملي كيكون غايب الرجل لكن على القانون ما حصلت شي ما ندير ما بغيت، ولكن لا، ملي كتكون المراقبه عقدية وإيمانية وأخلاقية وثقافية الزواج كينجح، ولكن لكن تعال علاقة مادية حضنين حضك راه الزواج كيؤدي إلى المحاكم. وهنا عرجع القضية ديال بعض الحقوق اللي كتثار دابا في فيسبوك وفي هذا، بزاف ديال النساء
وحتى الرجال راه اغتناوا بهذا طلاق تعدد الطلاق كما كنقولوا تعدد الزواج، لكن حتى تعدد الطلاق كاين المراه اللي طلقت ثلاثه اربعه د المرات. حنا ما علموش المطلقه المطلقه اي مطلقه انا كنحترمها وربما تبدا تجربه اخرى جديده ناجحه، ولكن كما قلت لابد من واحد الاقليه. ما نطعنش في المراه المغربيه، المراه المغربيه بالنسبه لي مراه مثقفه مربيه، يعني ذات خزان حضاري في التياف في التراث في الاكل في كلش في الثقافه في كلش، ولكن كاين دائما واحد الاقليه كتستغل هذه النصوص وتلاعب النصوص حتى في المدونه السابقه. يعني مجرد كيكون رجل ثري كتلحقوا واخا تفرقوا على مراه اخرى، علاش؟ لان المدونه عطيها الحقوق في التركه. ملي كتطلق راه خص الراجل يحط واحد الميزانيه ضخمه ولا عنده املاك تديها له كذا كذا. اذا حنا هل كنقول لك المستوى الاخلاقي، هل النصوص القانونيه كتعطيك؟ ولكن لك المستوى الاخلاقي منعدم، راه تستغل ديك النصوص القانونيه في صالح الاطراء غير المشروع. وحتى الرجل كذلك، كاين الرجل اللي كيدخل وكيستولي على 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 الذمه الماليه ديال الزوجه، كتكون موظفه في المغرب وديك الشيء، راه عندنا كاين قضايا في هذا النوع هذا. وخد المدونه الجديده نصت على استقلاليه الذمه الماليه ديال الزوجه، ولكن كتلقى يعني كما قلت بعض النصوص ميتة في المدونة أو بعض النقاط الفراغ داخل المدونة كيستغلوها المحامين. وفي القضاء يعني إما لك الرجل يعني نقولوا هكا يعرف النصب والاحتيال كيربح، ولا كانت المرأة كذلك تعرف هذه الأمور هذه كتربح. وكنشوفوا نماذج كثيرة، يعني المجتمع لابد عنده واحد الظاهرة مرضية معينة. نعم سي منصف، ماشي مشكل في النصوص والقوانين، ربما المشكل فينا حنا. راه المشكل فينا حنا، حنا اللي كنوضعوا ديك القوانين اللي هي وضعية، ما كنقولوا تشريعية. دابا كتقول المدونة هي واحد قانون جاي مستنبط من الشريعة، وكاين مجموعة من الفواصل فيها ما عندها تعلق بالشريعة. بحال المدونة بما هي مزيج بين الشريعه وكما كنقول القانون الوضعي. ودابا الان حتى دابا الان حتى التجديد راه ماشي هادشي ديال اوروبا، ماشي هادشي الوضعي. نعم لان ملي كنقولوا الارث التساوي راه تمشي حتى الوضعي نفس القوانين الاوروبيه، الحياه الرضائيه ولا الى غير ذلك، قضيه الزواج، قضيه ديال مجموعه ديال الاشياء دابا الان اللي كتناقش للاسف وكتفتخر بها بعض الجمعيات وبعض الاحزاب من خلال التصورات ديالهم، غير الحزب العداله والتنميه اللي شفت المقترحات ديالو تفتخر بهذه المساله وما شاف هذا الاطار، وكتقول لك حنا بغينا نكونوا بحال اوروبا. اذا باش نفهم يعني انسلاخ الاسره المغربيه، المراه حتى هي خرجت من قطاع الشغل حتى هي كتصرف حتى هي هذيك، يعني هي خصنا في كل شيء. ولو كيقول لك حتى التساوي ديال الرجل مع المراه، علاش الراجل يبقى يخلص لك اخويا ولا اختي الحضانه؟ دابا الان النقاش في ماشي النفقه، الراجل يقول لك لا خصها المراه حتى هي تخلص النفقه. شوف فين الامور في ماشي، وهذه الاشياء الاشكاليه كيخليو الجوهر وكنناقشوا بعض المرات تي فوا هالامور. انا حاجه واحده باش نقول لك، ربما حنا اقتربنا وقيلا من ان شاء الله بعد هو داك الشيء اللي قلت انا. البيت القصيد في القضيه ديال المدونه هي الثقافه الزوجيه، الزواج باش منو كتخرج القضيه ديال الطلاق، الحضانه، الاولاد، كل شيء من الزواج. اذا هذه القضيه ديال الزواج خصها تكون عندنا واحد الثقافه ديال الزواج قبل ما نتزوج. سيدي قبل ما نتزوج خصها تكون عندنا واحد الثقافه، نعرفوا شنو المسؤوليات الواجبات الى غير ذلك. وانا ناخذ مثال بسيط جدا من هنا، حنا في بركم، شوف كنت قريب في بركم حدا التيرمينوس ديال الطخام، كاين تماك واحد الدار فيه واحد البيرو، بيرو شو سميتو؟ بيرو العلاقات. هو ملي كتبغي تتزوج كتجي لعندو كيقول لك شيفاش بلجيكيين بلجيكيين. دابا كنعطيك عا مثال وسيط هاد القضية ديال الزواج والعلاقات كيف ما كانت. كوتش بحال الكوتش، كيجي كتجلس خصني نتزوج مع من، ويجيب لك السيدة والسيد ويهضروا الأفكار وينسقوا ويعرفوا وكيحمل وكيوريك شنو مالك وما عليك إلى غير القوانين. قضية الحج بحال بحال نفس الشيء. يعني هاد الثقافة خصها تكون عندنا، حنا ما عندناش. قبل ما تبقى تهضر لي على المدونة إلى غير ذلك، خصنا بعدا الأول حاجة هاد الناس ديالنا المغاربه خوتنا خصو يكون عندهم ثقافه الزواج، ماشي انسان خصو يتزوج يوما غدا كيطلق ويخلق لك مجموعه ديال المشاكل ودوامه وفيها الاولاد وفيها اشكاليات اخرى وما كنعرفوش كيديروا ولا شنو غيخرجوا وكيفاش غيكونوا الى غير ذلك. حلوا المشكل من الاول في الاصل. اصلا هاد الزواج علاش كنقول لك انا ضد القصير؟ القصير ما يمكنش،
لان قاسم ما فهمش خصو وراه الناس كبارين واعيين خصهم الثقافه لان ولات قضيه ديال زيدو على 18 عام عملوا 30 عام ما كيهمناش راه بالعكس ماشي ضروري 18 نقول لك 18 اذا كان 18 وفاهم المسؤوليه اللي غيتحملها في الزواج ما كاين حتى شي مشكل انه قادر ماشي اللعب العواول دابا هادشي كيولى اللعب انا ولات السيده هنا كتصور تجوجي وما غدا كتطلق وكديرها في الفيسبوك ودير الحفله ولات واحد دابا كنعيشوا في واحد العالم يعني غريب شيئا ما ولات المساله بحال اللعب جواج وطلق ولا وفيه مشاكل وهذيك الاب والام راه ما محملينش مسؤوليه والولد مسكين راه هو اللي في لاميرد راه ديما راه في المشاكل الى غير ذلك في العقد النفسيه والى ما نهضروش في هذا العالم هذا لان موضوع كبير اجتماعي وغوص يعني الا مشينا ندخلنا فيه هكذا كنقول انا الزواج خصها تكون عندنا ثقافه الزواج بعدا هي الاولى الزواج في المدونه خصها تدوم بخط الاحمر ان الزواج خصو يكون هناك ثقافه وهناك وسيط وخصها كما كيقول لك خصها المرافقات التقنيه الى غير ذلك في هذه المدونه الا كانت مدونه مجرد فصول حبر على الورق غنبقى نفس الشيء غندوزو بها عاوتاني واحد عامين ثلاث سنين وغنجبرو اختلالات اكثر من اختلالات السابقه وحنا ماشي في الدوامه للاسف انا ممكن نقول لك يعني قبل ما نفكروا في المدونه وانا ما كنتقد حد للجنه ولا غير ذلك لان سهل اننا نعطيو النقاط والاشكاليات والاختلالات ولكن الى ما وكبناهاش باليات اخرى مواكبه باش تحققها ما دير والو هي القضيه ديال التاطير ديال القضات اللي ما عندناش تاطير القضات قضيه ديال الزواج كما قال الحره ما عندناش محاكم خاصه ديال كذا ما عندناش غا داروا ديك جناح ديال القضاء الاسره راه ما الا مشيتي تشوف الواقع واقع اخر ملفات الى غير ذلك راه ما كافياش الاقتصاد ديال الجاليه نيا با استغلال القنصليات كنستغلوهاش لان كان ممكن تكون منابر ديال المحاكم والنزاعات والنزاعات الى غير ذلك تقدر تفك ولكن مجموعه من الاليات من الادوات اللي يمكن خصها توظف باش نقدروا واحد المدونه اللي جبناها تكيف مع الوضع وتعطينا حلول ناجعه وتخفف هادشي كاملاش كنديروه تخفف على ذاك المواطن المغربي بعض المشاكل اللي يمكن تكون عالقه واللي كتخب اللي كتخليه تخبط في مشاكل كثيره من غير اللي هي ماديه الى غير ذلك. كلمه اخيره السي محمد الحرق حنا كنشرفنا على النهايه. نعم للاسف الوقت سرقنا وباقي النقطه باقي غنرجعوا لا الطفل خصني نتكلموا عليه حتى هو لا ناجلوا حلقه اخرى ماشي مشكل. بالنسبه لهذه اللجنه دارت واحد البريد الكتروني احنا غنبعثوا له هذا يعني اي واحد من الجاليه كالنادي والنساء الملاحظات والجمعيه المجتمع المدني ترسل الملاحظات ديالها للبريد الالكتروني instance@ في التعليقات من بعد الحلقه تخلي في التعليقات واخا instance@mudawana.ma ان شاء الله من سالوا الحلقه تينا كتبوا ان شاء الله. ثانيا خصنا مثلا مساله الطلاق الاتفاقي رجل تلاقى وما جوج عواول ولا رجال ولا كبار اتفقوا باش يطلقوا خاص علاش عمشوا للمحاكم وتسنى عامين ديال الحكم هذيك في الفقه وفي الشريعه هذيك مختصاص ديال العدول لان كل شيء متفقين عليه يعني علاش عمشوا للحكم هذه بعض النقاط. ثانيا مؤسسه الوسيط خاصها تكون عندنا في القنصليه ماشي المرشد الاجتماعي او المؤسسه الاجتماعيه لان عنده بزاف ديال القضايا بزاف ديال الارتباطات لا مؤسسه الوسيط اللي تحل هذه المشاكل اللي كاينه ديال الجاليه بين الزوج والزوجه والاطفال والتركه والمسائل كلها وحتى الاحكام القضائيه وحتى الوساطه بين مثلا المحامي اللي في بلجيكا يتوصى بالوثائق اللي عند المحامي المحامي في المغرب. كاينه مؤسسه مساله اخرى ديال كما قلتي لان كاينه هاد الاتفاقيه الدوليه عطات ميزانيه ضخمه علاش هاد الشيء ديال المدونه خصو يكون مدعوم بالاصلاح كيف حال اللي كاينه في اوروبا على الاقل دور ديال البيوت ديال التربيه بيوت ديال اش كنسموها ديال حضانات الاطفال ديال الايتام علاش ويواكبوهم لان الدوله هي الضامنه الدخل الفردي وبالدخل الفردي نعم الدولة هي الضامنة تاع الشغل نعم والشغل والدعم دابا كاين ازواج هادشي كله ما يكونش في المشاكل لا فكرتيني كاين ازواج حاكمين عليهم بالنفقة ما عندوش راهما في السجن كيمشي يأدي لا خاص هنا الدولة ضامنة هنا في بلجيكا الولد كيوصل 18 سنة عنده سي بي اس كتعطيه الصالير لكن باقي كيقرا كتعطيه المنحة الدولة هنا في المغرب ما كايناش مثلا شفت أنا فيديو يعني كيقارب البكا الولد كيخرج كيكون في دار ديال الحضانة دار الرعاية الاجتماعية كتسمى كيوصل 18 سنة بالنهار خصو يخرج للزنقة وما عنده حتى شي واحد من العائلة ديالو ولا دخل القار تصور هذيك بنت
بين 18 سنه في مقتبل الشباب كتخرج للباب ديال ديك الدار الرعايه الاجتماعيه فين غتمشي؟ ما عندهاش عائله، تكن عندها عائله غتبقى مع 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 العائله ديالها، ما غتمشيش لدور الرعايه الاجتماعيه، هي كتوصل 18 سنه الباب. اذا فين غتكون هذيك عرضه الفتن ديال المجتمع والاستغلال ديال المجتمع. هنا في اوروبا كنشوفوا البنت ربما او الولد ملي كيبلغ 18 عندهم الدخل، عنده دخل ديالو قار، اما سي بي اس مساعده اجتماعيه او المنحه ديال الجامعه بها ويسكن بوحده، ولا كمسجل كباحث عن الشغل كيكون عنده واحد الدعم ديال النقابه، وداك الشيء كتسمى هذيك لا بريم داتونت كيتسنى بلا ما لقى الشغل. اذا هذا الشيء كامل حنا غايب في المغرب، وعطبق لي القوانين ديال اوروبا في المغرب. كما قلت وحده في راس الجبل مسكينه ديك البنت كتوصل ديك 16 سنه بالكشيفه، ما كتقرا، ما كاين مؤسسه رياضه، ما كاين مؤسسه ثقافيه، ما كاين مدارس بحالها، كاين الوالده ما كيخليهاش تمشي تسافر للجامعه في فاس ولا شي حاجه، كيخصها تما تبقى. اذا كيكون الزواج هو ربما الحاضنه او هو المنقذ ديك البنت هذيك، لان ربما الاب ديالها ما استطاعش يصرف عليها، كاين الفقر. خصنا نحضروا هاد المعطيات الاجتماعيه كلها سوسيولوجية، ماشي نقولوا قانون جامد نطبقوه، لا ما يمكنش. الملائمه كتسمى ملائمه القوانين على حسب كل مجتمع وعلى حسب كل اعراف وكل تقاليد. والجانب كنركز عليه هو حقوق الطفل، لان خاصه نسيت واحد النقطه، اثبات النسب بلا دي ان، لان العلم تطور وتقدم. دابا لا دي ان كيجيب لك، واخا كيقول واحد انا مثلا هنا ماشي عربي، ملي كيدير البحث ديال الجينات ديالو كيقول لك ها الاصول حتى الدوله من نيجا، ولا كيقول انا جرماني لا دي ان كتعطي حتى الاصول ديالو التاريخيه من نيجا. اذا هذا التقدم العلمي خصنا نستغلوه، ولكن في اطار الاخلاقي، والقانون يكون يعني كما كيقولوا كيحصن هذه الماده هذه. علاش؟ كيف حال اللي كنقولوا الشواهد الطبيه ديال الوظيفه العموميه، باش يتمرد الانسان باش ما يخدمش كيجيب شهاده طبيه، لا ما خصناش لا دي ان تولي كحال الشواهد الطبيه. يعني القانون زير دابا على الشواهد الطبيه، ولكن كنتقبل شويه الفوضى. كذلك خص قانون ينظم هاد لا دي ان في حاله وقوع نصب او استغلال هاد الماده هذه، خاص الاحكام تكون قضائيه صارمه في هاد. شكرا جزيلا على الاطاله واستشكرك مجددا سي محمد الحراق على المشاركه اللي قيمه، وفعلا طرحنا مسائل كثيره كتبقى باقي ما طرحناش بزاف الحاجات. النقطه الاخرى اللي نسينا، النسب، اثبات النسب فريمون، لان المعلوم في المدونه السابقه كان اثبات النسب باش كيثبتوه، القضيه ديال ديك الشيء كلاسيكي القديم، شكون في كنتي والشهود واحد المجموعه، والان مطالبه قضيه عدين هي اللي تحل هذا المشكل. النقطه الثانيه اللي نسيناها خاصه بالجاليه هي الزواج المختلط، اللي هو مشكل كبير، وهذا موضوع كان عندي اتصال كان عندي اتصال قبل قليل مع واحد الشخص اللي هو طرقنا هذا الموضوع هذا، وغادي يكون ان شاء الله هذا الموضوع هذا الزواج المختلط والمشاكل ديالو. سي منصف كلمه اخيره، وبغيتك كاعلامي وكمده طويله في الاعلام، كان عندنا واحد الحلقه هذه واحد اسبوعين، كانت الحلقه حول وظيفه الامام، وظيفه الامام في السياق الاوروبي. الحلقه كانت مع الدكتور تيجاني بولعوالي، وحز فيا يعني بالجهد اللي كتشتغل عليه باش تنجز الحلقه، وانا غير هذا غير استشاره منك. هتشوف طريقه المونتاج اللي كنا كنديروا دابا عاد هيدا، والضيف معنا هنايا كتب هذا امام هنا في اوروبا، احنا جبنا موضوع وظيفه الامام في السياق الاوروبي. متخصص في هذا، احنا دابا هذا الموضوع. الامام اللي غايجي يعلق في الحلقه قال يفترض التركيز على المحاور وظهور المذيع يزعج ويشوش النظر ويشتت الانتباه. دابا انا جالس تما رافينا ما حملنيش، فهمتي؟ ما حملنيش علاش انا تما في الصوره. انا جالس والضيف راه هو كيتكلم. يفترض، هذا هو التعليق ديال الامام اللي هو موضوع الحلقه، كان وظيفه الامام، ووظيفته هي اللي حطها في يفترض التركيز على المحاور ظهور المذيع اللي هو انا يزعج ويشوش النظر ويشتت الانتباه. بالنسبه لك هذه النقطه هذه واش ممكنه زعما حتى واذا كونفيرميتي ما بقاش مبين راسي منين بدا الحلقه نهضر انا السلام عليكم ونبدا غير الضيف. للاسف كل واحد هذا الشيء اللي في المونتاج دابا الان هو اللي كاين واللي خدام جميع القنوات، يعني ضروري هو حتى لا كان
يعني المنشط ولا المذيع ولا سميتها اللي تمشي الحلقة يزعج ديالو. حتى دابا الان ممكن المذيع يزعج اخرين ويستفز باش يخرج منك افكار ويخرج منك واحد الشيء. لا هو كثير من الظهور بجنب المحاور. وي وي سي نورمال الضيف ديالي خصني ندار حداه وهو يدار حدايا وهذا كيدخل في اطار التقنيه ديال الصوره والايماج. وي ما يمكنش اذا انا تعزلني ولا نعزل. انا طرحت هذا النقطه على مجموعه من الاخوان قال لك واذا اللي كتزعجوا انت لانه المشكل ماشي في الصوره المشكل هو انت. يا يوسف انت تزعجه. الله اعلم بالنسبه الان القضية ديال الصورة والمونتاج والتركيبة كيفاش باش تعمل واحد الفيديو ولا واحد البرنامج سا كوم سا باغتو في العالم كامل. قاعدة ما يمكنش قاعدة أساسية خصو المذيع يكون كيبان بعض الضيف وهذا يدخل في إطار الإخراج والمونتاج وهادشي ما بعيد عليه هو وعلى بعيد على بزاف الناس اللي ما يفهموش في التقنية ديال شكرا سي يوسف. بالعكس أنا كنشوف الحضور ديالك ضروري والمحاور اللي طرحتي لنا هذه كتسمى هو القيادة ديال البرنامج ماشي المحاور صورة المذيع مع لا ضروري ضروري حضور القائد ديال البرنامج يعني خصك تسير توزع الكلام تسأل الحوار مع لا تسألني عبر حجاب ما يمكنش لأن خصهم يسمعوا صوتا وصورة برامج كاملة وعاد كنكون نعم لا وكي بحال اللي كيدير سي منصف دابا يعني وكنت كندير صورة كيكون نقاش معاه مستفز لا الحضور ديال المنشط البرنامج كما قال مستفز كنت كنتكلم مثلا كيدخل سي منصف وبالعكس كنلقى ديك التدخل ديالو يعني كيحط النقاش في الاطار ديالو الحقيقي لان انت محترف انت القائد ديال البرنامج الضيف ربما يديفي على الموضوع يخرج على الموضوع القياده كترجع للموضوع باش نكون انا فقط منصف هو كيتكلم على صوره ظهور المذيع يوسف لا واخا الظهور انا كنهضر ظهور صوره وصوتا لان ما يمكنش كما كنقولوا عتخاطب الناس من وراء حجاب هذه ما كايناش وجميع البرامج الحواريه شنقول لك في الشرق والغرب عند العالم العربي وعند حتى الانجلو ساكسوني مثلا الامريكي وداك الشيء كنلقى مثلا بيرو كيحطوك بحال انه ضيف في المكتب وهذا كاين تقنيات ديال الاخراج جبت الموضوع هو لا علاقه له بموضوع الحلقه وهو سيشوش كذلك على الحلقه لكن بغيت من الحلقه اللي فاتت نجبد هذا الموضوع مع شي واحد ولكن قلت من الافضل نجبدوا مع سيمون صيف اللي هو التقنيات ديال رجل للميدان وهو في اوروبا والامام اللي تدخل هو من اوروبا اعرفه هو من ايطاليا نعم ملاحظه هذه الملاحظه على الامام على مصطلح الامام في اوروبا هي امام باوروبا المفترض ما يطرحش السؤال هذا يكون اصلا مندمج في المجتمع الاوروبي قاري الظواهر الاجتماعيه اللي كاين في اوروبا والاعلام وهذا الشيء كامل خصو يكون في الدماغ ديال الامام والامام مواكب للعصر خلني اما اذا كان قلت انا وظيفه الامام كان هو موضوعنا وظيفه السياق الاوروبي هو الوظيفه اللي عطانا هو انه قال لك ما كتزعج مشاهدينا الكرام كنشكر السي منصف الاعلامي ديالنا هنا في بروكسل كنشكروا على استجابه الدعوه وكذلك نشكر الاستاذ محمد الحراق اللي هو كذلك مرحبا مره يجينا مرات اخرى ان شاء الله في مواضيع اخرى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ما بقى لي الا ان اودعكم على امل اللقاء بكم مجددا في حلقات مقبله ان شاء الله. كان معكم يوسف رواص في الاعداد والتقديم وفي العلاقات العامه الاستاذ مروح حيدر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى الاحد القادم بحول الله.